أهلا بكم من جديد. يعتبر عام 2022 هو عام الطاقة النظيفة في مصر بامتياز. في هذا العام شهد توجه الدولة بقوة إلى عالم الطاقة النظيفة بتوقيع اتفاقات مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات عملاقة في إنتاج وقود المستقبل الهيدروجين الأخضر وإنشاء محطات للرياح والطاقة الشمسية. وحول أهمية الطاقة النظيفة واللي بتعتبر توجه عالمي وتتسابق فيه دول العالم، نرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بك. في البداية، كيف بترى جهود الدولة في عام 2022 في التوجه للطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة أنه يعني هناك الكثير من الاتفاقات كما أشرت في المقدمة لإنتاج زي ما قلنا على سبيل المثال الهيدروجين الأخضر، في استثمارات كبيرة في طاقة الرياح، وطبعا الطاقة الشمسية ومحطة بنبان من أكبر المحطات في العالم. هو 2022 كانت حصاد لما سبق من 2014، لأن من 2014 لحد تقريبا 2018 أو 2019 كنا في مقدمة منطقة الشرق الأوسط بالكامل في إنتاج الطاقة المتجددة، سواء من الطاقة الشمسية محطة بنبان اللي بتدينا 1.65 جيجا، ومحطات طاقة الرياح اللي موجودة في خليج الزيت وفي راس غارب. دولت محط دي محطات أنشئت بعد 2014 وبدأت تدخل الخدمة. المحطات دي خلتنا على السطح أو الأماكن المراكز الأولى في الشرق الأوسط، ده كطاقة شمسية كطاقة رياح، بالإضافة لطاقة المية الناتجة من جبل عتاقة. إن إحنا بناخد من جبل عتاقة 2.4 جيجا وات من المية المعاد تدويرها، اللي إحنا بنعمل لها تحلية وتطلع فوق الجبل وبتنزل على 8 قنوات، وكل قناة كل تشانل بتنزل على توربينة 300 ميجا. دي بتستخدم ستاند باي على الشبكة، والطاقة الإجمالية بتاعتها 2.4. دي المحطة الأولى في الشرق الأوسط بالكامل والخامسة عالميا. إحنا كان عندنا مفروض في 22 إحنا نوصل لحد 20% من الطاقة بتاعتنا تبقى طاقة متجددة، وإحنا وصلنا لهذا الكلام. لما نتكلم على 2022 هنتكلم على ثلاث مراحل بالنسبة للطاقة المتجددة. هنتكلم على الحصاد اللي إحنا قلناه، هنتكلم على قبل الكوبيد، قبل الكوب 27، وهنتكلم على بعد كوب 27. قبل كوب 27 احنا كان عندنا من سنتين مذكرات تفاهم، حوالي 22 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والمذكرات التفاهم دي ما جاتش من فراغ، جات من ناتج الدراسات اللي تمت من الدول الأوروبية لمنطقة شمال أفريقيا بالكامل، فين أنسب مكان لإنتاج الهيدروجين الأخضر في هذا في منطقة شمال أفريقيا. ليه ابتدي التعاون مع الكلام ده من سنتين، يعني قبل حرب روسيا وأوكرانيا؟ لأن العالم كله بدأ يتوجه إلى الهيدروجين الأخضر. ليه؟ لأن الهيدروجين العادم بتاعه مية مقطرة تستخدم، يعني ممكن استخدمها تاني في إنتاج الهيدروجين مرة تانية. أدي حاجة، الطاقة بتاعته 2.8 أي طاقة تانية، فهو ده طاقة المستقبل. طيب ليه بقى اختاروا مصر؟ اختاروا مصر لثلاث عناصر رئيسية. علشان أنتج هيدروجين أخضر يبقى لازم عندي المية متوفرة. إحنا عندنا المية متوفرة بكثرة على الساحل الأحمر، ساحل البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض المتوسط، ده أكتر من 3000 كيلو متر مية، فأقدر أعمل لها تحلية، يبقى عندي المية محلاة، أخد أعمل لها هيدروجين. وعندي الخبرة والإمكانيات لعمل محطات طاقة جديدة ومتجددة بالإضافة للي موجود لإنتاج الهيدروجين الأخضر. العنصر الثالث الرئيسي اللي هو الاستقرار، إن أي مستثمر مش هيحط فلوسه في مكان إلا إذا كان فيه استقرار. فدي العناصر الرئيسية اللي تمت قبل سبعة وقبل كوب 27، وخلت مصر على مركز متقدم جدا في المؤتمر، في مؤتمر كوب 27، بأن هي دولة واعدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ولقينا أن النرويج دخلت معنا وعملت محطة 100 ميجا من طاقة الهيدروجين، والنرويج دي من الدول الأوائل اللي على مستوى العالم اللي بتستخدم الهيدروجين الأخضر في السيارات عندها وفي القطارات وفي المصانع. واليابان نفس الكلام، والصين وكوريا. فالدول دي المتقدمة بتبص للهيدروجين الأخضر إن هو اللي جاي، لأنه هو ده يعتبر طاقة مستدامة. لأن حضرتك إحنا لما بنقول طاقة متجددة فهي مستدامة، لأن ما بحطلهاش لا زيت ولا سولار عشان أشغل محطات طاقة متجددة، وبالتالي عندي المية، يبقى إذا باخد الهيدروجين طاقة مستدامة. طيب هذا يعني إنه مصر يمكن أن تصبح من خلال هذه الاستراتيجية وخطة الدولة مركز
لإنتاج الطاقة النظيفة أو الهيدروجين الأخضر في السنوات المقبلة، وده هيكون ليه عائد اقتصادي مهم جدا، وأيضا عائد للطاقة، يعني استخدام الطاقة بوفرة في مصر وفي الدول المحيطة وفي الدول اللي هتستورد الطاقة. أولا مصر هي أصبحت المركز الرئيسي لإنتاج الطاقة، سواء بقى في الغاز طاقة متجددة وجاهزة على طاقة الهيدروجين. وفي مؤتمر تم في 18 مايو 2022 بين مصر وخمس دول تانيين في قلب أفريقيا، تبقى المركز الرئيسي أو المجموعة الرئيسية لإنتاج الهيدروجين داخل أفريقيا. مصر تترأس المجموعة دي، هي معنا المغرب ومدغشقر وجنوب أفريقيا وناميبيا وكينيا ومصر. ومصر هي الرائد بتاعهم في هذا المجال، لأن الدول دي جاهزة أنها تنتج هيدروجين أخضر، وليس ما عندهمش لا الخبرة ولا عندهم إنتاجية طاقة متجددة، فأصبحت مصر هي الرائدة على مستوى أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر. بعد كوب 27 حضرتك، الدول اللي هي كانت هتيجي تعمل عندنا مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أصبحت المصانع موجودة بصناعة مصرية. فالصناعة المصرية دي عملت تحول كبير، إن بدل المستثمرين اللي جايين بدل ما بيشتري المصانع من بره، المصانع أصبحت موجودة داخل مصر وبأيدي مصرية. فبالتالي لما بيجي يجيب حاجة من بره بسعر وبتدخل سعرها غالي، وبعدين لو فيها أعطال بيجيب الخبرة بتاعته من بره يصلحه. إنما لما تكون الحاجة موجودة في قلب مصر كمصنع والخبرة بتاعتهم موجودين في مصر، فبالتالي رأس المال اللي جاي بيقل والإنتاجية والمكسب بتاعه بيرتفع. فأصبحت مصر زي ما قلنا قبل كوب 27 وفي المؤتمر كانت هي الأول، وبعد زادت بالإنتاجية المصانع، فتصبح هي المركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. وده تم إن في زادت أثناء الكوب 27 إنتاجية، يعني مثلا الإمارات تعاقدت على 10 جيجا إنتاج طاقة رياح، وبعدها في 1 جيجا إنتاج طاقة متجددة 500 في أسوان و500 في راس غارب. وبالتوالي كل مصنع وكل دوله جايه تعمل طاقه هيدروجين اخضر بتبتدي تفرز انها تعمل المحطات بتاعه الطاقه المتجدده. وده بيخلينا بدل ما كان عندنا في 2035 ان مصر هيبقى عندها 42% من الطاقه المتجدده، قبل ما نوصل 30 يعني احنا دلوقتي حضرتك اشرت ان احنا 20%. قبل 2030 من مصادر الطاقه، قبل 2030 هنعدي الاثنين. في المستهدف في 2035 42%. في انا بقول ان شاء الله هفكر حضرتك لو لنا عمر 2030 مصر هتعدي ال 42% قبل ال 35، قبل سنه 35. اهميه الخطوه دي في تعزيز قوه مصر في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربيه والدول المحيطه. حضرتك احنا بالنسبه للربط الكهربائي احنا عندنا خمس محاور، احنا عندنا خمس محاور. المحور الأساسي وده قديم موجود عندي، بيربط ما بين الأردن وسوريا، وكان بيطلع على 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 بيطلع لسوريا ولبنان، وبعد كده بيطلع على تركيا، بس خط الربط ما كملش على تركيا. فأدي خط ده موجود، وفعلا احنا بنبعت للأردن دلوقتي. ده خط. الخط الجديد اللي هو الخط البحري اللي احنا هنبعت منه طاقة متجددة لأوروبا عن قبرص، عن طريق قبرص واليونان، ده 2 جيجا وهيرتفع ل 4 جيجا إن شاء الله. أدي الخط الثاني. الخط الثالث الربط مع السعودية ثم دول الخليج، ده خط مزدوج يعني رايح جاي بالنسبة لأدي الخط الثالث. الخط الرابع شمال أفريقيا، وده موجود من زمان وترفع كفاءته لحد 500 كيلو فولت، رابط ما بين مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب، ومن تحت جبل عتاء يطلع على أوروبا على إسبانيا. أدي الخط الرابع. الخط الخامس على أفريقيا من خلال السودان، وده تم وترفع ومعمول بقوة برضو 500 كيلو فولت. فإذا خط الربط احنا عندنا خمس خطوط في خمس اتجاهات خطوط ربط، والحمد لله احنا عندنا فائض إنتاج. احنا كان قبل 2014 كان عندنا نقص حوالي 5-6 جيجا، دلوقتي احنا بننتج ما يقرب من 55 جيجا، بنستخدم 30، فعندنا ما يقرب من 25 جيجا فائض سهل ان هم يطلعوا بره. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، نورتني النهاردة. تحت أمرك.